متابعي قناة أنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. دو جانفي 2013 ما كانش شهر عادي بالنسبة لنادي الرجاء الرياضي وللجماهير تاع النادي. خلال هذا الشهر هذا الرجاء البيضاوي أو الرجاء الرياضي لعب مقابلة تاريخية، وهي مقابلة نهائي ضد بايرن ميونخ اللي كانت يقود آنذاك المدرب غوارديولا. خلال هذا مرور حوالي 10 سنوات رجعوا لهذا الحدث العالمي بعيون واحد من فاعلين ومن صناع هذا الحدث، وهو السيسي شوقي الناطق الأسبق لنادي الرجاء الرياضي وأيضا مؤلف كتاب الرجاء الأسطورة. سي سمير مرحبا بك. أهلا وسهلا سي سمير. يعني واش كان متوقع يعني بعد مرور 10 سنوات بالنسبة لك، واش كان متوقع أن فريق الرجاء البيضاوي يوصل نهائي كأس العالم اللي تقام في المغرب آنذاك؟ أولا كنشكر قناة أنفاس بريس على هذه الدعوة الكريمة وأننا نستحضر هذه الذكرى الجميلة من بعد 10 سنوات. 10 سنوات اللي مرت بسرعة. جوابا على سؤالك، اكيد ان باش نكونوا واقعيين حتى واحد فينا ما كان كينتظر ان نوصلوا للمباراه النهائيه بما فيهم ذلك اعضاء المكتب المديري. وانا كان عندنا واحد هاجس بصراحه، هو انه نمروا المباراه الاولى، لان كانت فيها واحد الحاجز نفسي واننا كنلعبوا امام الجماهير ديالنا، وكانت غتكون شي حاجه معيبه اننا ما ندوزوش في الماتش الاول، بمعنى اننا ما غندوزوش الدوره ككل. فكان بالنسبه لنا الهدف الاول اننا نفوزوا على فريق اوكلاند، ومن بعدها اللي جا ربح. ولكن قبل ما تدخل الرجل النهائي تاع كاس العالم، درت في واحد مرحله فراغ يعني في البطوله وفي الدوري، يعني لدرجه ان الناس كانوا تيقولوا كما قلتي ان الرجاء في اول مباراه غتودع كاس العالم. صحيح. انا ما ننساوش انه واحد 8 ايام قبل من تبدا هذا الحدث الكبير، نادي الرجاء الرياضي استغنى عن المدرب اللي كان محمد فاخر انذاك، وعوضوا بالمدرب بن زرتي. في هذاك الوقت انا تنذكر انه كان الفريق كيدوز واحد الازمه نتائج، وكنعقل ان المباراه اللي كنا نهزنا فيها مع الدفاع الحسني الجديدي في الجديده برسم البطوله كانت اخر مباراه لمحمد فاخر. في نفس اليوم تمت الإقالة لمحمد فاخر، وكان باقي تقريبا واحد الأسبوع على بداية كأس العالم للأندية، فناضت واحد القربلة كبيرة من ناحية الإعلام، كيفاش أنه على بعد تقريبا أسبوع يتم الانفصال على مدرب، وهذا المدرب اللي غيجي ما تعرفش اللعابة، وكيفاش غيدخل هذا الحدث الكبير والتحدي هذا. شنو السر تاع بن زرتي في هذا؟ لأن جا بن زرتي الرجاء تقلبات يعني من النتائج اللي هي كارثية في الدوري إلى النتائج اللي هي مبهرة في كأس العالم. شنو السر اللي استعمل بن زرتي مع اللعابة؟ أنا حضرت لهذ الفترة هذه وفي هذه البداية ديال المجيء ديالو، يعني في الحصص الأولى كانت واحد الكلمه هو وقالها للصحافه انذاك، حيت من بعد كاس العالم قالوا له شنو هي الوصفه السحريه، قال لهم ما كاينه حتى شي وصفه سحريه. انا النهار الاول منين جيت الحصه الاولى اللعابه تنعرفهم كاملين، عندهم سمعه طيبه، يلا فازوا بالبطوله ديال المغرب، هما حامل اللقب. قال لهم، انا قلت لهم هذه الجمله، قلت لهم انتم كلكم لاعبين في واحد المستوى عالي، انا ما جيتش نعلمكم الكره، انا غادي نقول لكم غادي تلعبوا هذا كاس العالم بكره القدم اللي كتعرفوا تلعبوها، فلعبوا وتمتعوا، متعوا راسكم ومتعوا الجمهور. هذا الشيء قالك اللي قلت لهم. فهذا شنو تيبين؟ تيبين انه حرر اللعابه، وهذا الشيء كان واضح ان اللعابه دخلوا لهذه المنافسه متحررين، وعطاو يعني داك الشيء اكثر ما كان منتظر منهم. سي سمير شوقي، انت من الناس القلال اللي احتفظتي بذكريات وفي شي حوايج تاع كاس العالم، هضر لنا شويه على بطبيعه الحال الحوايج اللي باقا اعزاز عليك دابا وغاليه. من اعز الحوايج اللي احتفظت بهم هذه الميداليه الفضيه ديال وصيف بطل العالم. وصيف بطل العالم ماشي شي حاجه سهله. كان نادي الرجاء الرياضي اول نادي عربي تيوصل لهذه المرتبه هذه، وهذه الميداليه من اغلى الحوايج اللي عندي، وكنحتفظ بها في الدار عندي في واحد المكانه مميزه. كذلك كاين القميص هذا اللي لعبنا به المباراه الاولى كانت ضد اوكلاند سيتي، والكتاب كذلك اللي كيضم جميع المراحل ديال هذا الانجاز العالمي اللي حققوه نادي الرجاء، وفيه امور اللي فيها كتقال بتفاصيل وتحكى
هو بثلاث لغات كذلك، لانه كان الهدف عربي فرنسي انجليزي. نعم عربي فرنسي انجليزي، لان كان الهدف انه يكون عنده انتشار واسع باش كلشي يشوف هذا الانجاز الراجع، حتى لو بغيتي تعطي هديه لشي اجنبي باش يعرف القيمه الحقيقيه للراجع. وانا كنتذكر انه رشيد البوصيري الله يرحمه، من بعد ما كنا درنا حفل تقديم العام، كنا درنا واحد حفل تقديم في فندق مازاغون، درنا اللاعبين خاص باللاعبين من بعد الكتاب، وسلمناهم نسخه لكل واحد، وتحدثت لهم على لان كانوا من بعد كاس العالم جاوا لاعبين جداد ما حضروش، دونك تحدثت لهم على هذه الملحمه. فرشيد البوصيري كان في هذاك الوقت قال للرئيس اي لاعب جديد غير توقع معاه العقد عطيه الكتاب باش يعرف راسه فين جاي مع من غيلعب. نعم. بالنسبه لك انت يعني ولا الرجاء الرياضي انذاك، امتى حسيتوا بانكم قادرين تلعبوا النهائي تاع كاس العالم؟ في الواقع امنا بها بشكل كبير من بعد المباراه الثانيه ديال الربع النهائي ضد مونتيري. مونتيري كان اصعب خصم لعبنا معاه في كاس العالم، اصعب خصم. فريق كان صلب وقوي ومتمكن وخلق نادي الرجاء واحد المشاكل كثيره، ولكن استطعنا اننا نتغلبوا عليه من بعد الاشواط الاضافيه. وكان فعلا هذاك الفوز اعطى اللاعبين تحرر اكثر مما كان في الاول، وبدا كيبان لنا كل شيء ممكن، لانه كنا على بعد خطوه واحده من النهايه، فاصبح كل شيء ممكن. تحرر اللاعبين كان ديك الساعه قادر انه يتحدى الجبال. نعم. نبقاو في دوجل 2013، يعني خلال الفتره تاع الحدث تاع التنظيم تاع كاس العالم للانديه، كاينه بزاف الحوايج اللي زوينه وبزاف الذكريات اللي ولكن كاينه شي حوايج اصلا اللي بين قوسين خايبه. يعني شنو هي الحوايج انت كنت عايش هذا الحدث؟ اولا قبل ما نمشيو لكاس العالم باسبوع كيف ما قلت لك او 8 ايام تمت اقاله محمد فاخر وتغيير المدرب، وواكب هذا الحدث واحد الحمله اعلاميه شرسه ضد نادي الرجاء الرياضي، وتحديدا ضد المكتب المسير اللي اتخذ القرار وعلاش وكيفاش، ومدرب الوطني والاخر اجنبي وعلى بعد اسبوع وغير معقول، لدرجه انني كنت ضيف في برنامج الميدي ان تي في كنتذكره مزيان بحال اليوم. وكان في الاستوديو جلال بوزراره مقدم البرنامج، وكان مع الزميل العزيز بدر الدين الادريسي، وكان معاه واحد ثالث ما تذكرتوش للاسف اعتذر. وكان المحور اللقاء هو هذا الرجاء، فانا جاوبت على الاسئله وعطيت التبريرات وهذه، ولكن في واحد الوقت انفعلت وقلت لهم، وهذا واقع، قلت لهم على بعد اسبوع، كان في هذا البرنامج على بعد اربعه ايام، مازال اربعه، انا كنعقل لي برنامج كان يوم الاحد والمباراه الاولى يوم الاربعاء، قلت لهم على بعد ثلاث او اربعه ايام انتم هابطين على الرجاء، تتحطموا المعنويات ديالها، تبطوا العزم ديالها. في الوقت انا كنتبع التلفازه ديال والقنوات المصريه كلها وراء النادي الاهلي، كانت الاهلي، كنقول لهم كلها وراء النادي الاهلي. فغير معقول. وكنتذكر اذاك دخل الزميل بدر الدين الادريسي وقال بانه صديقنا سمير شوقي عنده الحق، فابتداء من هذه اللحظه خصنا نتكلموا في اطار الدعم المعنوي لنادي الرجاء، ولا كان شي عتاب ولا شي حساب نديروه بعد نهايه كاس العالم، واخا بعد نهايه. مازال الامور الاخرى اللي كانت تنحتفظ بها وما كانتش عجبتني في خضم الاستعداد لبدايه كاس العالم، انه مثلا حسن حرمه الله كان هو المدير التقني لنادي الرجاء الرياضي، حسن حرمه الله سمعه كبيره، انسان محترم وتجربه كبيره وكفاءه عاليه، والمدير التقني لنادي الرجاء الرياضي ولم تتم دعوته لحضور كاس العالم للانديه، غريب جدا، انا ما عمري قدرت نفهم هذه القضيه. بالاضافه للامور الجانبيه من ناحيه التنظيميه، كيفاش كانت علاقتكم بينتم المكتب المسير؟ ساعة مكتب مسير الجديد، تجربه جديده، رئيس شاب ما عندوش تجربه، العلاقه اللي كانت بيناتكم معكم ايضا اللاعب القدام تنظر صلاح الدين باصير، كيفاش كانت العلاقه ما بين المكتب المسير؟ وشوف فعلا رئيس اللي هو سي محمد بودريقه انا ذاك راه كان مازال شاب، كانت عنده حينها 29 30 سنه، ما عندوش تجربه، قله تجربه طبيعه الحال ترتكب اخطاء. هو كانوا عنده واحد الاصدقاء مقربين لي في المكتب كانوا كياخذوا القرارات، يعني بحال بغيتي تقول كاين في المكتب كاين فئه اللي هما مقربين لي، وكاين فئه اللي كيأديوا الواجب ديالهم في اطار ما هو مخول لهم. من الامور اللي بقات فيا من ناحيه التنظيميه انه مثلا
التذاكر، كنرجعوا للتذاكر قبل من قطر في 2013، مسألة ديال تدبير التذاكر لم تكن عقلانية، كانت فيها أخطاء كثيرة سواء من نادي الرجاء الرياضي أو من الجامعة. فأعضاء من المكتب المسير ما 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 عطاتهم حتى تذكيره. اعضاء في المكتب المسير ما تنهضرش على دابا في اي بي ولا تذكيره عاديه. مثلا ناخذ انا الموقف الشخصي ديالي وما زلت احتفظ بهم الى اليوم. انا المباريات الاربعه انا شريت التذاكر. انت ناطق رسمي؟ انا الناطق رسمي. شريت التذاكر ديالي وديال الاسره ديالي. شريت اربعه ديال التذاكر من المباراه الاولى الى النهايه. انا عرفت راسي واش غنخسر في المباراه الاولى ولا دي. قلت ماشي مشكل، حتى لا في النادي الرجاء ما كانش محظوظ يمشي بعيد. هي كاس العالم الانديه في المغرب راه حدث وفرصه انني نشوف. وشريت التذاكر ديالي شهر ونص قبل من الحدث. وكان عادي بانك تعوض في مكتب المسير شريت التذاكر ديالي؟ شريتهم احتياط، لان ولو انا نحصل على التذكره مثلا كعضو في المكتب المسير وانا كان عندي بادج ديال الفيفا وانا نتكلم لك عليه حتى هو، ولكن الاسره ديالي كان خصها تذاكر تدخل تفرج معايا. اذا التدبير كان فيه شويه ديال المحاباه لبعض، وبعض الاخرين في المكتب المسير ما للاسف ما كانش عندهم تذاكر وتدبروا الامور ديالهم. انا مثلا في المباراه الاولى كنت ناطق رسمي وكنت انا المخاطب ديال الفيفا وعندي بادج مكتوبه فيه فيفا ميديا. في المباراه الاولى مشيت للملعب واصطحبت الاسره ديالي ودخلوا مشيت معهم حتى دخلوا التذاكر بالتذاكر ديالهم، ودست انا من الممر الخاص بالميديا وقمت بداكشي اللي خصني نقوم به كناطق رسمي مع الاعضاء ديال الفيفا. الوقت اللي غيبدا الماتش بغيت ندخل هادشي في التريبين ندخل نتفرج، احبسوني هذوك السيكوريتي ديال الفيفا لان الفيفا اللي كتنظم. قالوا لي فين غادي؟ قلت لهم ندخل نتفرج. قلت لهم عندي البادج هو فيفا. قالوا لي لا هذاك البادج ديالك انت ناطق رسمي ملي يكون عندك الخدمه مع الفيفا. دابا الفراجه غتجلس في واحد المكان، هذاك المكان خاص تكون عندك تذكيره ديالو ولا يكون عندك ان بادج ديال واحد البلاصه، لان كل مكان راه مبيوع محجز. المهم فهمت تقبلتها بروح رياضيه لان الناس عندهم واحد درجه عاليه من التنظيم. ولكن هو كيدوي معايا وانا كنقول كيفاش غادي ندير نتفرج واش غنخرج، لان بقات عندي التذكيره ديالي واش غنعاود نخرج وندور نمشي ندخل في المنصه ديال الناس باش نلتحق بالاسره ديالي. فهذاك اللحظه كان دخل صديق عبد الرحيم الوزاني واديز كان انا ذاك في الديوان ديال وزير الشباب والرياضه اللي هو منصف بالخير. ديز قال لي سمير شوقي مالك؟ قلت له راه شنو تيقول هذا؟ قال لي اجي غتمشي معنا لالوج لالوج ديال الوزاره. الوزاره كان عندها واحد لالوج ديالها خاصه وتفرجت في المباراه تما كاينه. فهادو باش يعطيك واحد الاجواء العامه، ولكن في نفس الوقت الامور اللي كان بامكاننا نتفاداوها. من بعد هاد القضيه التذاكر غدوز واحد المباراه الثانيه. داس وصلنا للمباراه الثالثه غادي نكون في الفندق اللي كانت فيه الاقامه ديال البعثه ديال الجامعه. بالصدفه غندخل لواحد الغرفه باش نتكلم مع واحد من اعضاء الجامعه وغنلقى كرتونه عامره بالتذاكر وغامليوحين. اذا تفضل حتى الذاكره ما عندهاش علاقه، هي من القديم موروثه. موروثه. قلت لك داز الحدث العالمي كلشي انبهر بالرجاء الرياضي، يعني سواء محليا ولا وطنيا ولا عربيا ولا حتى عالميا. ولكن من بعد دخلت الرجاء واحد المرحله فراغ كبير. لا قبل ما نوصلوا لهذا الشيء لان كاينين ذكريات زوينه. بس سولتيني انت على الامور اللي جانبها، ولكن خصنا ندو على احلى الذكريات. راه نرجعوا لاحلى الذكريات في الاخر. يلا تفضل. دخلت الرجاء واحد المرحله ديال فراغ. وهذه مرحله فراغ البعض تيقول انا باقى فيها الرجاء الان من الانجاز الكبير ما قدرش يحقق واحد حقيقي الفوز بكاس كاف وكذا، ولكن انجاز كبير ما حققتش الرجاء. علاش؟ ما كانش استثمار تاع النجاح تاع كأس العالم. هو ما كانش استثمار للنجاح فعلا، لأنه مباشرة بعد الخروج من كأس العالم غير السمعة اللي خدا نادي. يكفي أن المباراة النهائية نقلتها 177 قناة عالمية، 177 قناة عالمية، وأنا في الكتاب عندي أقوال الصحف العالمية والمواقع العالمية. أكثر من استثمار، أكثر من استثمار. الاسم ديال نادي الرجاء الرياضي كان رنانا في جميع وسائل الإعلام العالمية. ف كنت كنعتقد انه غنستثمروا هذا الشيء بشكل كبير، اولا في المغرب وثانيا في الخارج. ولكن مع الاسف مباشره يعني هذا بانت بعض البوادر اللي ما كانش كتبشر بالخير، وهذا الشيء اللي جعلنا
يعني 10 ايام بعد كاس العالم ولا اسبوعين، نقولوا اسبوعين بعد كاس العالم، قدمت الاستقاله ديالي لان كانت كتبان لي بعض الامور وقلت خليها زوينه وخليها في حلاوتها وغادرت السفينه. علاش قدمتي الاستقاله؟ هذا هو السؤال اللي بقى مطروح، يعني ماشي غير انت، راه مجموعه من الاعضاء تاع المكتب المسير انا اللي قدموا الاستقاله ديالك. واش كان صراع داخل المكتب المسير تاع الرجاء؟ لا ما كان لا صراع لا والو بصراحه. انا باش نكون واقعي، وانا قدمت استقالات تضامنا مع صلاح الدين بصير اللي كان تعرض هو لواحد التعسف وانا كنت شاهد عليه، وبلا ما ندخل في التفاصيل ديالو انا قدمت تضامن مع هذاك السيد في هذيك الحكايه. كان مظلوما بعد 10 سنوات، نعاود نقول لك كان مظلوما. وسي رشيد البصيري الله يرحمه وما بقاش معنا اليوم في هذه الدنيا هذه، يعني هذه من الاسباب تاع الاستقاله ديالك. ودخل كما قلت الرجاء دخلت دابا مرحله الفراغ. الا بغينا نعاودوا الذكريات، واش قادر الرجاء ترجع لهذا التوهج اللي كان في كاس العالم حاليا؟ يعني دابا الرجاء تجربه جديده، عاوتاني بودريق رجع من جديد، يعني اللي بغيتي تقول الفريق يعني غيبدا يبني من جديد، واش قادر تحقق الانجاز؟ ولان واحد كان حلم تحقق واحد الوطره والسلام عليكم. الحلم ملي كيتحقق هذاك الحلم من بعد ما تيبقاش حلم، راه ولا انجاز. الانديه الكبرى تبني مستقبلها على انجازات، انجازات تتكون هي قاعده باش تنطلق، ماشي احلام. انا لذلك انا تنقول شي حاجه ما مستحيل، غير هو لا يمكن ان نبني قاعده على انجاز وننطلق للمستقبل ونبنيو هادشي على الاشخاص، خاصنا نبنيوها على البنيه. الرجاء لما تشتغل على بنيه قويه وتكون مهيكله بشكل كبير وعند القواعد ديالها سليمه، اذا كان نكون مطمئن عليها 100% ان تقدر تحقق بحال هذا الانجاز، ممكن احسن، علاش لا. اليوم اللي تنهضروا فيه مازال ما وصلناش مع الاسف لهادشي، ولكن عندي امل انه غادي نوصلوا ليه، لان كتبان لي شي بوادر مطمئنه ان شاء الله. الكتاب رجعوا الكتاب ديالك، لان ما يمكنش نهضروا نديروا الحلقه بلا ما نرجعوا للكتاب الاسطوره. واش هذا كان من الامكانيات ديالك الخاصه، ولا ان المكتب تا هو ساهم معك في الانجاز تاع الكتاب؟ لا، هذا كتاب الاسطوره كانت فكره ديالي مباشره بعد نهايه كاس العالم. تعرف ان المهنه ديالي صحافي، صحفي هو الكتابه هو التوثيق. مباشره قلت ضروري هذا الحدث لانه انجاز كثير، وانا كنت كنقول وكنت كنقول للمحيطين اللي بيا كنقول لهم راه ممكن ندوز 100 عام وما نعاودوش نوصلوا لنهايه كاس العالم، وهي دازت من 10 سنين بعد 10% دازت. فقلت ضروري نوثقها لاجيال. كتعرف الكتاب محدوته قدام وتعطي القيمه ديالو، تعطي القيمه ديالو. في 2013 الناس عاشوا هاد الحادث، عاشوه باليوتيوب وبالفيسبوك وعاشوه، فيمكن الكتاب ما يعطيوش اهميه. اوكي، راه بعد 50 سنه غيكون هذا الكتاب عنده قيمه كبيره. فكرت ندير الكتاب ونديرو بثلاثه اللغات كيف ما تحدثنا، يكون عنده انتشار واسع وهذا. فانا كصحفي كنعرف قواعد النشر، اتصلت بطبيعه الحال باداره النادي باش ناخذ الاذن لاستعمال شعار النادي، فما كان تجاوب، كان تجاوب مع النادي، كان ديك اداك بودريقه عطاني الموافقه. واكثر من هذا كان سولني انا كنت غادي نديرو بامكانياتي كامله، وقال لي شكون اللي غيطبعو؟ قلت ليه اللي كيطبع لي الجريده، لان انا كنت في المقاوله الصحفيه. فقال لي راه معنا منخرط اللي عنده مطبعه نكلفوه. فتكلف هذاك السيد على اساس ان اذا الرجاء غتكلف بالطبع، وانا عندي التاليف وكل المصاريف اللي فيها الترجمه للغات وفيها بنك الصور وفيها الانفوغرافي وفيها الامور الاخرى المواكبه لعمليه النشر. فقلت له اذا على هذا الاساس هاد المداخل نقسموها 50% 50%، نحيدوا منها المصاريف ديال التوزيع و 50%. فهذا اتفاق موقع، مازال عندي كنحتفظ بهذا العقد الموقع بين الطرفين. ومن بعد عملت واحد الحفل ديال تقديم الكتاب اللي كان حفل كبير، حضروا فيها وزراء وشخصيات رياضيه وزينه وهذا، وكان هذا الحفل كله على حسابي الخاص، يعني نادي الرجاء راه ما خسر فيه حتى درهم. ولكن انا رجاوي ما تنحسبش بحال ما دور بغيت نقول لك. واش كان الهم ديالك هو الهاجس المادي ولا انك ما كانش هاجس؟ ما كانش نهائي الهاجس المادي، لان حتى ديك 50% قلت لي نقسمها على اساس واخا ندخل بها غير جزء من المصاريف. انا كنت عارف ما غادخلش جزء المصاريف، لان اصلا الكتاب في المغرب
ما كيتقرا ما كيتباع باش نكونوا واقعيين. غير هو قلنا يمكن ما حدا هو مرتبط بحدث كبير ومرتبط بنادي الرجاء، والرجاء عنده قاعده شعبيه ممكن. وعلاش ما مشيتي تشجع تاع يعني التوثيق عن طريق شريط الكتاب ولكن شريط فيديو اللي بقى يوثق لهذا الحدث؟ درتو انا معاه انجزت شريط فيديو من 13 دقيقه يؤرخ لي الحدث. ولا دخلتي اليوتيوب ودرتي رجاء دو ليجند دو ليجند رجاء دو ليجند في يوتيوب غيطلع لك الوثائقي ديال الاسطوره نادي الرجاء الرياضي الاسطوره. كاين في 13 دقيقه كاين في يوتيوب حاضر كيوثق داكشي. وفيه واحد انا اللي درت السرد ديالو، الكتابه السينوغرافيه انا اللي قمت بها وعطيته لشركه الانتاج باش تجمع، اعطيتها الصور باش تجمع كل شيء. فيه واحد الحكي واحد السرد جميل جدا. فهذا الشيء اللي وقع، ولكن مع الاسف ان المبيعات لم تواكب هذا الشيء. هذا كانت مفاجاه غير ساره بصراحه. فهذاك الشيء كان قليل جدا، اش غنقول لك قليل جدا حشمت نقولوا، ولكن على العموم في الاخر تبقى وثيقه. كتبقى وثيقه ومع الايام ممكن الناس يبداو يقلبوا عليها. وكان ناكد انه من بعد سلمت انا لو ستوك كله اللي عندي، بقات واحد 75% من الكميه التي تم طبعها سلمتها لنادي الرجاء الرياضي، عطيتها لهم وقلت لهم اتنازل عن كل حقوقي. تديك 50% خذوها بوثيقه مسجله موقعه من طرف نادي رئيس نادي الرجاء انذاك اللي كان سعيد حسبان، سلمتها له في 2017 وقلت له خذها وتصرفوا فيها انتم. انا ما كنعرفش هذيك 1600 نسخه اللي عطيتو المصير ديالها شنو. نرجعوا باش نختموا اجمل الحكايات اجمل اللحظات اللي عشا في كاس العالم تاع 2013. واجمل لحظات كثيره بصراحه لان الحدث كله كان لحظه جميله. كان كله لحظه جميله. البدايه ديالو مثلا المباراه الاولى اللي عشناها بواحد على اعصابنا، لان انا قلت لك كان التحدي الكبير هو ربحوا ديك المباراه الاولى. وانا كنتذكر ذاك الاربعاء 10 دجنبير 2013 على الساعه الواحده ظهرا كانوا اتصلوا بيا ميديا باش ياخذوا التصريح ديالي الوحده ديال النهار، كيقولوا لي كيفاش الرجاء مستعد لهذا الماتش؟ واش غتربح الماتش؟ صعيب انك تجاوب في هذه اللحظه هذه، صعيب جدا. ولكن كنتذكر انني قلت لهم بهذه العباره ان نادي الرجاء الرياضي على اتم الاستعداد، وان المباراه التي ستنطلق ان شاء الله مع 7:30 وغتنتهي مع 9:30 اتوقع انه مع 9:30 الليل غادي نكونوا فرحوا جميعا. وفعلا فرحنا جميعا، وخصوصا في الهدف الثاني ديال الحافظي اللي تسجل يعني في الوقت بدل الضائع. وانا كنتذكر انا قلت لك تابعته من هذيك الغرفه ديال وزاره الشباب والرياضه، في هذيك اللحظه كسرت الهاتف ديالي ما عقلتش مني، كنت شادو في يدي ومع الفرحه يعني نقزت وطار من يدي. ومنين مشيت نقلب عليه لقيته يعني اجزاء مفصله، ولكن احلى تكسيره هي هذيك. طبيعه الحال من الذكريات المزيانه كذلك مباراه نصف النهايه، مباراه نصف النهايه اللي كانت مع فريق ديال رونالدينيو كان في واحد المستوى عالي، وكنا كننتظروا من فريق برازيلي انه يمكن غيخرج شي حاجه. في الواقع حنا كنا ولو تقسينا في ديك المباراه حتى شي واحد ما غيتقلق، لان منين ربحنا ربع النهايه المغرب كامل خرج. انا تنذكر ربحنا مونتيري في ربع المغرب كامل خرج، كانت هذه من احلى الذكريات ديالي. وانا في هذيك المباراه ديال مونتيري كنت في اكادير، لان كان المباراتين الاولين تجراو في اكادير. خرجت بالسياره ديالي انا والعائله في اكادير كلها خارجه. وهذا الشيء راني وقت وثقته بالصور بالتليفون كاميرا التليفون. وكاين في الشريط اللي قلت لك انجزناه ديال 13 دقيقه، هاد لقطات اللي خديتها بالهاتف ديالي كاينه تما كاينه. فكانت ذكرى جميلة جدا جدا. ومن بعد في مباراة النصف ومباراة هذا العالم هذا كان هزو ولدي في مباراة النصف النهاية اللي كانت جرات في مراكش ضد مونتيري. راه عنده 10 سنين هذا عنده 10 سنين ف عنده حتى هو واحد الوقع خاص عندي، داكشي علاش باقي محتفظ به. وهذيك المباراة 3-1 خصوصا البيوت جاو في اخر انفاس المباراه،
وما أعقبها كذلك من فرحة عارمة. ديك ساعة كنشوف التلفازة العيون مكناس مراكش فاس طنجة، نقول ليش أول مرة نادي مغربي تخرج المغاربة كلهم للشوارع. كان عارفوا بأن هذه العملية تقوم بها المنتخب، أما هذه أول مرة متقى بالصوت والصورة وكل شيء وفي القنوات الرسمية، شيء كان عجيب وغريب. وكذلك ما ننساوش، وهذا من أحلى الذكريات، أن كان أول حضور لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه المباراة، في المباراة النهائية، هو والأسرة الملكية. وكان أول مرة كيحضر منذ 9 سنوات. آخر مباراة كان حضر لها ما بين المغرب وفرنسا في دوري الحسن الثاني، كان آخر مرة حضر 9 سنوات من بعد ذلك كيحضر للميدان. وكان واحد يعني واحد لحظات جميلة جدا. وطبيعة الحال ما ننساوش ما أعقب ذلك من برقية التهنئة اللي جات من عند القصر الملكي، والدعوة من القصر الملكي لزيارة، لأن في هذاك النهار فاش ربحنا مونتيري في نصف النهائي. علاش كنحافظ بزاف ذكرى نصف النهائي؟ أن ديك الأجواء اللي عشنا في الفندق خيالية، وحنا تنشوفوا التلفاز وما صدقناش. وكان مكالمة هاتفية ديال صاحب الجلالة اللي قال فيها بأنه التهنئة بعد التهنئة بأنه كيف ما كانت نتيجة المباراة، أنا راضي عليكم وعارض عليكم في داري. يعني عندها واحد الوقع كبير. فبالتالي من سالت المباراة النهاية اللي كانت مع بايرن ميونخ، وكانت في واحد المستوى كبير جدا مع غوارديولا واللاعبين اللي كنعرفوا، كانت دعوة كريمة لزيارة القصر الملكي. وكنا ديك ساعة في مراكش، لأن المباراة النهائية كانت في مراكش، ولكن القصر الملكي أصر على أن الدعوة تكون في القصر الملكي للدار البيضاء. وهذا واحد فيه واحد الاحترام وتقدير كبير للنادي والشعبية ديالو، باش يكون هذا الشيء قريب للقاعدة الجماهيرية. وكان هذاك النهار يعني واحد النهار اللي هو تاريخي. فكانت أولا الجميل في هذا الاستقبال، اسمح لي قاطعتك السي شوقي، وأن تم استقبال السي محمد فاخر، السي عبد المجيد الدولمي الله يرحمه، فهمتي؟ يعني هي رمزية عندها، واحد عندها رمزية كثيرة، لأنه فعلا حنايا كان واحد مأدبة غداء اللي هداها جلالة الملك لكل أعضاء النادي، وحضرنا فيها واحد. وكان كيف ما قلتي فاخير، وكان الظلمي الله يرحمه. وبعد ذلك توجهنا إلى القصر الملكي، وكان واحد الاستقبال جميل جدا، لأن كان صاحب الجلالة بواحد كيبان بأنه في حالة سرور وابتهاج، خاصة أن هذاك الإنجاز يعني خلق واحد الفرحة داخل الشعب المغربي، وخلق واحد الأجواء جميلة في الشارع المغربي. فهذا الشيء انعكس على يعني النفسية ديال صاحب جلالة، وشناه وكان حاضر وكان كيدوي مع كل شيء، كيدوي مع شارجي ماتيريال وتيشارج، وكان كيدوي مع المدرب، كيدوي مع اللعابة، مع أعضاء كل شيء، وتناول معنا يعني كأس الشاي، وسلم الأوسمة للاعبين والطاقم التقني، وكذلك هدية مالية للاعبين والطاقم التقني. فكل شيء هادشي كان جميل جدا، وكانت ذكرى رائعة. كما أنه سلم لرئيس الفريق يعني ذاك العقد ديال الهدية اللي عبارة عن بقعة أرضية، وقال فيها بأن بغيت تكون فيها أكاديمية رجاء. قال بمعنى كانت الهدية محدد لها المآل ديالها أشنا هو. وكنت ذكر أنه منين خرجنا أنا اللي كنت حاملها، بقيت حاملها في الملف منين طلعنا للكار الحافلة، لأن الحافلة مشات كتجوب شوارع الدار البيضاء باش كتحيي الجماهير قبل ما ترجع للمقر إقامة ديال نادي الرجاء الرياضي. فكانت أجواء جميلة جدا. كانت استقبال داخل ملعب محمد الخامس. من فعلا عندك الحق، لأنه منين كان الحافلة دارت في بعض الشوارع كانت مشات المركب محمد الخامس، حيث كان استقبال كبير. وما كان تذكرش أن مركب محمد الخامس كان شهد بحال هذا الاستقبال ليومنا هذا. كينو حتى المثال تاعت 86، المنتخب 86 تاوى. ولكن 86 ما كانش في تيران، 86 كان في الشارع العام كيف ما كان في 2022. ولكن هذا الجميل فيه أن اختتم بدخول الحافلة إلى مركب محمد الخامس بعد الجولة. ومركب محمد الخامس فيه واحد 70 ولا 80 ألف متفرج، لأن كان تكدس، ما بقات لا مقاعد لا والو، كان تكدس كبير، وكل شيء حاضر وكل شيء باغي يشوف. وكانت سهرة فنية، وكان تكريم للاعبين والأطر التقنية.
أجواء رائعة جدا اللي كاينة في الكتاب. الصور هذه الصور وهذه الأجواء كلها كاينة في الكتاب كذلك. باش نخصموا السي شوقي هو مجموعة من اللاعبين اللي تألقوا في هذيك الفترة، ولكن أنت بالنسبة لك شكون اللاعب اللي بقى مغروس لك في الدماغ ديالك؟ وقلت لي بعد اللعاب كان يمشي بعيد اكثر من المسار اللي حقق له. هو متولي اكيد متولي كان عميد الفريق متولي 10 سنين هذه. كان لاعب مميز وعنده طاقه كبيره، كان بامكانه يمشي اكثر، كان بامكانه مع الاسف هو من راه من بعد كاس العالم كان مش احترف، ولكن احترف كظن في الكويت. وفي هذه 10 سنين الانديه ديال الخليج ماشي هي ديال دابا، وخاصه مثلا الكويت ماشي بحال السعوديه. ف الكويت او قطر ما نتذكرش، يمكن الكويت في الخرجه الاولى ديالو. على كل حال كان استفد منه نادي الرجاء ماديا، وكان واحد مليون دولار، ولكن هو ما استفدش كرويا. كان الحفيظي باقي شاب، الحفيظي كانت عنده انذاك واحد 20 سنه، كانت عنده 20 سنه، وكان كيبان بانه غادي يعطي شي حاجه كثيره. وفعلا الحفيظي من بعد ذلك كان تألق ديالو كثير، خصوصا بعد الرحيل ديال متولي كان حرو شويه. اللاعبين اللي ما كانش عندهم الحظ بحال حمزه بورزوق ساهم مع نادي الرجاء باش يربحوا البطوله، والبطوله اللي اهلتنا، ولكن ما مشاش لانه كان موقوف من طرف الاتحاد الافريقي لكره القدم، كان موقوف سنه، بالتالي ما كانش ممكنش. والمشاركه ديال ياسين الصالحي يعني كانت قليلة، كان دخل احتياطي في المباراة الثانية ضد مونتيري لأنه كانت عنده إصابة، وحتى أنه ما كانش غيمشي ياسين الصالحي لكأس العالم، لأن منين أرسلنا اللائحة، كانت مشي قبل أرسلنا اللائحة، كان كيشرف عليها محمد فاخر رفض أنه يضاعوا، لأن قال لك هو مصاب وغياخذ ليا بلاصة واحد، لأن كيكون العدد محدد، غياخذ ليا البلاصة ديال شي واحد اللي فهو كان عنده رفض قاطع. ولكن دخل رشيد البصيري الله يرحمه وضغط على فخير وقبل انه يمشي ياسين الصالحي باش يشارك، لانه ياسين الصالحي كذلك كان من المساهمين المؤثرين في الفوز ديال نادي الرجاء الرياضي بالبطوله. وجميل جدا، لان انا سعيد انه يكون، لان شفتو تما فرحان وعاش هذه الاجواء بشكل مزيان. تبقى انه بصفة عامة حاجة أخرى ما تدوش عليا، لأن أنا ذكرت فخير وهو اللي حط اللائحة وصيفتنا اللائحة للفيفا، ولكن بعد ذلك تمت الإقالة ديالو. والفيفا أنا كنت ديك الساعة المخاطب ديالهم، تيوجدوا الكتاب، واحد الكتاب تيكون في كأس العالم تيوزعوه على الصحافة، فيه جميع الأندية المشاركة والصور ديالهم والمدرب والمساعد وكل واحد بالبيانات الخاصة ديالو. فالوقت اللي حنا تمت الإقالة ديال فاخر بيومين كيتصلوا بيا تيقولوا لي خصك ترسل لنا الصور ديال جميع اللاعبين والبيانات الشخصية ديالهم والمدرب والمساعدين ديالو. حنا فاخر مشى والنائب ديالو باقي ما جاش، والفيفا تيقولوا لي اليوم مع 12 الليل آخر أجل، لأن خصنا نطبعوا داك الشيء، لأن كأس العالم للأندية كانت باقا له يمكن شي 6 أيام. شنو غندير؟ اضطرينا اننا وضعنا هلال الطير، لانه هو اللي كان مساعد هلال الطير، هو اللي وضعناه كمدرب. والان ذاك الكتاب ديال الفيفا وانا باقي عندي نسخه، باقي عندي نسخه منه، فيه مدرب نادي الرجاء الرياضي هو هلال الطير. ولكن كان يستاهل، لانه كان شاب جميل جدا واطار على مستوى عالي متقن. والجميل ان منين جا البنزرتي حافظ على الطاقم التقني، ما غير حتى واحد، يعني جبنا المدرب فقط لان ما كانش الوقت، ومن بعد كملوا معاه مسار البطوله لانه كان واحد الطاقم تقني جميل جدا. سي سمير الحوار معك شيق، شكرا جزيلا، وتتمنى واحد النهار الرجاء يلعب علاش لا. شكرا جزيلا مره اخرى، وانا كذلك كنشكر انفاس بريس على هذا اللقاء الجميل، وربما يكون لقاء تاريخي لان الذكرى 10 سنين على هذا الانجاز التاريخي لابد اننا نخلدوها بما تستحق. ونتمنى ان هذه الحلقه كذلك يشوفوها جميع المحبين ديال نادي الرجاء الرياضي والمغاربه بصفه عامه، لان كانوا هما جزء من هذا الانجاز. وشكرا لكم. شكرا لمتتبعي قناه انفاس بريس، والى لقاء فرصه قادمه ان شاء الله.